احنا ماسكينهم بقالهم مش اقل من 3 سنين. وبنتهم كانت ماشيه زي الفل، كانت الامور كويسه، كانت الامور زي الفل، ويعني مفيش اي زعل ولا في اي حاجه ولا عمرها زعل. وطبعا فجاه كده كانت رايحه لوالدتها في القصر العيني، كانت تعمل عمليه محجوزه، تعمل عمليه، وراح ابني وداها هناك مستشفى القصر العيني، كل وقعد مع والدتها مش اقل من ساعتين زمن، وراح شغله، وهو راجع اتصل عليها اجدك، قالت له لا ده انا روحت. طب روحت فين؟ قالت له روحت بيتنا عشان هروح لامي بكره. مفيش مشكله. فراح طبعا سابها، ويوم اتنين تلاته وانا بقى جيت بعد 3 ايام اتصلت بها، قلت لها بنتي ما جيتش ليه؟ قالت اتصلت بها، قالت انا جاي. ما بنتي جتش ليه؟ قالت انا جاي. وبعدها بنص ساعة اتصلت بي قالت لي بابا قال لي ايه، خليكي بالليل يبقى روحي. استنظرناها بالليل ما جتش، فقلنا نسيبها جايز بتروح لامها ولا حاجة، نسيبها قد كام يوم. سيبناها يجي 10 15 يوم، وجيت اتصلت على ابوها قلت له ان شاء الله انا جاي اخد ايه ام يحيى. قال يا مرحبا اتفضل. بس طبعا لها عم يكره ابني من غير اي سبب كده، من غير اي سبب، هو مش عارف يعني حقد بقى ده ولا ايه. هل في خلاف كان بينه؟ لا مش اي خلاف، هو عنده حقد هو ومراته وغل كده، يعني هو ومراته عندهم حقد وغل تجاه ابني. اعرف ليه مش عارف. فطبعا جرح، رحت انا وابني لقينا الشخص ده اللي هو عمها ده اسمه محمود قاعد، هو اللي قاعد مستنينا. سلام عليكم، وقعدنا وكل حاجه. بعد 10 15 دقيقه كده ربع ساعه بقول لهم امال فين ام يحيى عشان نتكل على الله. رد قال لي اتكل على الله فين؟ ام يحيى مش هتروح، ام يحيى هنطلقها. بدون سبب كده؟ بدون سبب. طب طلقها ليه؟ قال لي ابنك بيقول لها، بيحذف لها الفاكهه في حجرها ويقول لها كلي كلي وما كلتش، راح قال لها اطفحي. طب عشان كلمه اطفحي دي تتطلق؟ اخي لا ماشي. هو ومراته مثلا هو بعدين عايزه تاكل، هو يعني غلط ان بيقول لها كلي؟ جايب لها فاكهه وبيقول لها كلي؟ ده غلط، ده حاجه محتاجه ان تطلق فيها؟ لا طبعا. فطبعا قال لها انت تطلق، وبعدين سابكوا ده ما يشرفنيش. تخيل بقى ما واحد معلش يعني سواق تاكسي يقول للشيخ عطايش مدرس اول بالازهر وقارئ مسجد الكوابي في العجوزه يقول له نسبك ده ما يشرفنيش، يبقى فاضل ايه؟ وبعدين خلاص مشيت، شتمنا وطردنا من البيت ومشينا. وبعد كده جم اتهجموا على البيت بدل المره 3. مره اتعور فيها اخويا ده وابني، ورحنا عملنا محاضر بالكلام ده. يعني تعدوا عليكم اكتر من مره؟ تعدوا من مره تلاته. وبعدين حررتوا بلاغات ومحاضر، عملنا بلاغات. وعندك مرات محمود دي بتقولي اصل احنا ما لقيناش منهم رد فعل. طب انا اشتغل بلطجي؟ لا لا امسك طبعا. سنجه لا لا. وامشي بقى هيك شيخ فاضل و يعني انا بقى مثلا ما ينفعش ان انا بحل مشاكل صح. وبقعد في مشاكل واخش انا اروح اعمل بقى بلطجي وامسك، تتخذ الاجراءات القانونيه. عملت محضر، وعملنا برضو محضر في ابنهم ولا بيبيع حشيش اسمه عبد الله حماده.